بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ملك سودوني على كجوكتان ومركلة برنامج شدني أتكلم سعوتين أيرو تي في وبرنامج مانتا ينكاها لدونو حالات سياسية إدالة جيبوتي. برنامج كاو حايو مرتيا ونشاشة دكور سبين هورينا أن بدن أوغم مغشين مهدي إبراهيم غود أو أه سياسي وين أو رجل جيبوتيا كان فالو دا رما داكن كي داكالها جيسك أفريقيا غانا هان دغل كصوماليات كسي غانا هان دالك جيبوتي. مدن مهدي وحو إن بدن كفا لودي حالدة جبوتي يس بدل دا أما الدرس بدن وكبحي أرنتاسي أيان مانتا كفا فلان دونا برنامج كينان مدن مهدي ودن مغلى تصوما مهدي إبراهيم غود وحنكو سنة وانا يا برنامج كان أيرو تي في كبحية آسيا صدى يس بدل دا كسو على جيسكا غارة هان دالك جبوتي سؤال سيدة كوباد وحويان دبالتوين كدالك جبوتي كسو مميت أوجبها مسوى ميت عرضا مميت حتى بالله بطيبة مسوى ميت سوجرينا كسو لبو واز ما سنت هاي فيصل يا ايرو تي في وحويا هورتا ميدهان وحويا هورتا يرو مركي هوريسيبا جوبنيو دبرتيد معارض وحلي راي هو ابور ميا هاي وحونا كده ابور ميا دكي تلالا دلك هاي مركا كوبي سيدتين كي يال سميي مغارتي بارتيغا يونيك بارتي بارتي قولي نو بلك جرو حسب ويد سو سارو ال بي بي لغا مركا تبريتو وحا كدغنت هاي وحا لا ممنوعي وحا الله وحي اول بارتي دي مكي غوميسيغا لغا سو بخي جيري غوميس غوستي سا بارتي بدل با جيري او مغارتي كوخريدنا بارتي دي فرانسيس كبا كجيري تبريتو تيغي با كوبي سيدتين كي لجبيي ال بي بي بل سميي رجل ما نحن هو هاي وكبير ها مقر أحمد ديني أحمد عبد الله عبد الله كامل فقام تجربة لقورة هاي وقت جاوا حكيت بيجي بارتي ما أبو رمين أو إن واحد استوى تقال كيف فلوس كمر كود عاي أي بارتي جو هري ما قرأت بارتي دول اللي نبلا بي 1992 لبكر إن يلا بيجي سجاشكي ما كا واحد ما قرأت شيء إن ديكتاتورية دو ميتانا هاي دستور كيو هري لدرجة إن أتول كلام بجرين دستور هرتيد واحد نقطه كون إني سجال بقول يلا بيا سجال شنكي لو بني بدر أنا هو قادم كون إني سجال بقول تدوي تفرق وياه كا سيد أبوي أنا وحنا كسوه جنا عك كرة وكنت دكتور وما دوران عبرو نسي وحنا وحي سياسي ها يو حنا وحي شعب ها كا إلى ما تنال كي أمة تاجن هاي وحنا كسي ولي جواب كلا كا كا كنت دكتورنا ما كا وحنا كوا هاي وحنا سكسي جرا على سكسي كوب ما كرت عبرو يوم دوها وأكيد دجال كسكيين وده كده هنا هو وأكيد مقرتي إلا هو قصب دستور اللي هو سمية ذلك لم يسجعش كي وأكادنا دستور كل السمية أنا حل ونكين بدلا. إن مركب حل هذا هاي إن كدب جوبني ما دي مركب لقاطي وحي كدب بي حزب جا أر بي بي أم بعد ذلك حكومة أو حزبية كلام مصوب بحمي الله ده. Absolutely حزب كلام صوب يعني مجرو كون يجي سجال بقول له بيجي سجال شنكي دستور كي وري اللي سمعه دستور كي كويت بل كوران إيه هذا الكلام اللي قصة مايو مدة لا صدرنا بلا دستور مدة كواها شرعي جوميس كهربا لقوا معمول يجي أو حلقة بتبدري من حبينا هم بس هي حي شرعي هدو طنوس كبر سنة قلنا كيسة واحد ذكر تفرز لقوا ده وين برجراشن ذكر في رام مرتبة ذكر برجراشن لو ما كا لبيع سجال شنكي ما كي دستور كي اللي سمعه وحال فري إنه أفر حزبي الديمقراطية دو ما سوق أوكتين تحزبي على فرعيه لكن هو أفر حزبي وما نقول له إنه فرمان هو تيسا ما قال كره هاي البيبيلا سديد تبعد ترى أفر تيس تبعد ترى حسيس عن طبعا سنة ضمة يا أفر تينا وحفا إذا هي كيرو يسبد له أما سيلو قول يا هذي كان لا هي بين يسبد له كيران دلك لو مفسحين أو ده وحي عدالة ده لو كنا قارا قالوا إن ذي شا ترانسفيرنسية نعم عبارين عب يو ما قرتي ترى كم كده عدين لها يو يا رسي دي ما قرتي إن ما له علاقة عدين يو وجو بلا معاد وحصل ده ولا أشكال هذا هي يلوم بقى بتفوتك يلوم بقى بسوا إن مركا إن أفرطا حزبي أتشكتي ديمقراطية هم بالله أن كام الله أبوري وأحمد نوقيش كتر ما قعدوا يرجي هو جاميني أوركي أوريال السمي وحا فري الله يرحمه محمد جامع العربي وحا لونجر أوركا بي إر دي بي آر دي لا أوركا لبعض كحية وحوها أوركا الله يرحمه إن محب بي بي إن بي إن دي
PNB oo maamulay aal roble cawaale Allah yarhamu labadaas ilmo way dhintaan way dhigoseen maanta ururka saddexaad oo laakiin afreeye ee baayebeed afreeyse ururka saddexaad waxa weeyaan jabhadii fruitka markii la kala jabiye kala jabeen qoladii soo gashay 1997 wala dibite qori meelin doorashadii kale ku xigtay madaxtooyinimada tiina xasan guuleed baa dib u soo baxay oo ku shuqtay waa gartay waxa laynka ku jira isaguna oo xagga naga daawanayo mudane maxamed muuse turtur oo ka mid ah isaguna siyaasiinta waaweyn ee reer jabuuti mudane maxamed oo salaamina mudane mahdi waan ku sii gudbaya waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aasha labaad madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle inta badan waxa uu ku dhaliilaa mucaaradka iyo qurba joogtu iyagoo inay dabada ka riixayaan kacdoonnada ka socda dalka jabuuti arrintan maxaad kaga jawaabaysaan waxaa kaga jawaabayaa horta ismaaciil cumar ee xashu ku soo fuulay meesha isagoo ahaa ama garatay mas-uulkii jaasuusta mas-uulkii securityga dalka ilaalinaya ama gudaha noqotaya ama dibad noqotaya kulay dabadii cidna nagama soo weerarayna inuu gumaysiga meesha joogo xidhiidhada difaaca lada dalka jabuuti abase ahaatee xashu kusoo fuulay meesha oo adaga adeerkii aa eexday markaa waxaan maanta ma garatay meesha yaali waxa ma garatay jadiidana maaha sidaan hore kugu sheegay waa wax ma garatay ka hor imanaya burcadnimada siyaasadeed ama siye afduubka siyaasadeed ee lagu haysto ummadda reer jabuuti jabuutankani waa ku ma aha keligii iska yimiday laakiin waa ku soo raagay weye waa ku soo raagay oo ma garatay ku salaysan dhibaatada ummadda haysada dhaqaale ahaan nolol ahaan caafimaad la-aan baxaw cilmi la-aan kooraan la-aan biyo la-aan dawo la-aan alwax lawada la-aana weyaan rugtaa dhisma la-aan markaa waxa weeyaan ta waa caburiskaa badan iyo ma garatay meeshii oo noqotay maanta ilaa muddadan ismaaciil yimideba dee shop reer iska leeyahay qoysyar iska leeyahay soo ma garan tuqabyaarada maaha laakiin waxaa sheeg qoyska ismaaciil cumar geele iyo intaa xulufadiisa la socota mudane mahdi aan kaa dhexgalo waxaad tiri xashuu ku yimid oo adeerkii baa u eexday markaa mudane ismaaciil cumar geelle miyuunan tartan ku iman madaxtinimada ama siduu ku yimid bal madaxtinimada hamraakaa ku celi maya tartan kumu iman wuxuuna tartan ugu yimaa qul sheegaya ururka r b b inkastuu baartiyada kale caburiyey iyo ummadda jabuutiba caburiyey waxaa jirtay meesha gudaheega ururka dhexdiisa ee rag badanoo mas-uuliyiin siyaasadeed jiran oo kamid ka tirsan maamulka sare oo ka mid ahaayeen ismaaciil geedi muumin badoon faarax gabayo cali maxamede adu rag badan baa jiro caynkaas oo ma garatay ahaa madaxdii ugu waaweynaa ee ururka r b b waxaa dhacday in ma garatay markii uu xasan guuleed yidhi anigu khalaastay kolka waan ka tegayaa meeshao waa daalay in raggii uu kala xedo isagoo ismaaciil una ahayn mas-uuliyiinta ugu waaweyn uu ka mid ahayn oo qabyaalad ahaan uu ma garatay isagu ku qaatay waayo ninkan adeer buu yahay sidaabay ku dhacday raggii kalena waad maqashay kolleyba intaana doorashadaba la soo gaadhin in la wada qaqabto oo jeelka gabood lagu tuuray way muddo ku xidhnaayeen lagana xidhay shan sano inay doorasho ka qayb galaanba waa gartay suaa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 
كنا جعل عادين أمم قتلنا نقطة ملحة أورك هو كان كده ترى دروشي صوص على ملحته هنا إسماعيل عمر جيلي أي واحد يعني أنا جو أنا ببر كاتل كجوي أنا إس أولو سنعي أو نري ورما تيا بونن نقول وين ونوضو ومركا هو حوالي 1992 كل يسجل بقول يسجل سجل شنكي أيام كان صور دقيقة
الله يرحمه ما عنده توافي كيري هذا إلى إن حس جناه أخسيه موسى أحمد إدريس وين أصير أوي ما كان مي رأي هذا قبل الله الله ترتمي واقرت الآن إذا سؤال ولي وح فربا يتاجن مدحينه وحو إذا كو إذا يا هداتين قرب الجوب يو 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 حسبي هذا معارض كا كعظم كيمة كجبوتي كجرا إنا إليك مسؤول كتيرين أرتاح محد كي جواب السنة واحد كي جواب من أرتا أن سياسي قد يجر وحي ما جرتي ضروري وحي ما جرتي دباتو دل كجرتا وحي ما جرتي لص أو كوتا سيد يورو تيا دون كلام كجرتا ديمقراطية وكجواب وإنه معنى يو وإنه ما جرتي حل كانوا وإنه راسل راسين أو دعم ما مرا واحد سياسي وهرت كم هاري كرو أنا كم هاري كرو وحد من كذا عينا كان لو ين سياسي ما واقرتي ويتم قيام ترى أم بين ما قلت الشعب كانوا طبقة لكن الشعب كي هذي لغوسي طوال أيوه سياسي هدول كذب بين يا هدول كذب بين بوانا كذب بين قيبان لكن وانا نجوا بنا ويا وادل كيجي تعال بنا قبنا وانا كبد بعدين نكع يو تلسكيس كتب من يوم مطر waagartay een su'aashayda kale ayaan u galayaa hadeena waxba ku harsaneen een waxa jiro arrimo dalka Djibouti iminka mideeyay arrimahaas oo ah xarigi logistic dowliye Fuad Yusuf Ali een arrinta Fuad Yusuf Ali maadaama ay bulshada Djibouti midaysay meel isugu yimaadeen dal iyo dibadba cod qura yeesheen een maxaa ma sababta ugu muhiimsan ma xariga Fuad ba mise arar raagtay oo bulshada ku raagtay أيا فرقة طورتي كسولو وحا أرنك فؤاد وأرن جديدة فؤاد سقو لنا أسكري ويان إنتي مقرتي عدالة درو دريمي دباتة بدن بو شاكتي أو شخصي أنا سو قرميش بكا إسوغو سوك ساحي بدي سدبينس كسي دبا دباتو ينكاين لقا إبصلاح إنتو دبالان سو ما قرر أو ما شكال سريني يقبيالي ديو مقرتي خير المسؤولين وماشي كجلتو عيل لما تدعي دولة سلا administration كلبة تبالا قوما كلبة هو حتى يروح له حابة جرى مشاعر كيك اللي مسيو نم بين وضانا هاي بلد مدى وهلي فريسي مشاعر كيك اللي ما كرتي انت عصبا لي قوستا وانت دي موبي تضرع عيالا لي هاي مكا عدالة دلالة وقرأي ركي مدى حديثاها وعلى مكا مسوقي وعلى مكا عرن كفوهات وعرن فانكتوالا نعم امك الجوكتا اوية لكن dibaatadani waa tusoo iyo aradani waa aro ma garatay buuxday meesha dareenla magaal fuad wuxuu noqday ninkii Tunis oo kale revolution key ka dhacay iyo ma garatay isbeddelkii ka dhacay nin baa isgubayay oo dibaatooday ninkii isgubay mu anaga noolamid yahay waxna ka noqon in ummadii dam qashada iyo sida loo soo qabtay ninka iyo godka lagu riday iyo ay maanta uu soo jirtay oo ma garatay fuadna oo noqday maanta sambool ki lagu midoobayay ma garatay oo la dareemay dhibaatooyinka Djibouti taale ninka sergaalkee bayaadka ahaa ee cabtay waxba loo qaban waayay waliba la soo masaafuriyay ee la garaacay ee waliba jeel lagu loo taxadiyay waa wax laga wada damqado waxa looga wada damqaday sawirkii markuu soo baxay sawirkaas de waa sawir ma garatay aan argagixisa adduunka ku dhan Soomaali noqotaya hadaan noqotaya madow noqotaya afrikaan kale noqotaya aad baa laga wada damqaday okay magaalakin waa wax permanent oo waxaan u maleeyaa fuad arrintiisu waa arrin wada saameeya reer Djibouti waana ka wada mideeyay weyna wada bilaabi doonaan insha Allah waana ka wada kici doonaan wada weydi wada fuad ma tawdiyo wayahay aan mudane Mahdi Ibrahim kood waxaan doonaa wax ka weydiyo dalkaaga ama dalka Djibouti waxa dhawaan ku soo gabagabowbay shir bulshada Soomaaliyeed loogu kala garqaadayay een shirkaasi muddo socday dawladda Djibouti baana gogosha dhigtay een haddii in mucaaradka sideed u aragtaan in dawladdiini ay qabatay shir aad u weyn oo caalamkan ay sumcad kaga heshay oo dawladdiini ay soo bandhigtay waxyaabo fara badan iyo walaalnimada Soomaalinimada idinku sideed u aragtaan xaqiina ka mucaarad ahaan oo mucaarad ahaan horta mucaaradku dawu kala geysay waa ma garatay inuu qolbo wax iska leeyahay political program ka amsi iska leeyahay laakiin asa aanu laakiin ururka iyaga waxa ku sheegaya 1900 iyo 1900 markii dagaaladii siyaasad dareen ma garatay ay xamar ka dhaceen dawladda Djibouti waxay dalkii horeeyay shir qabtay waya oo Soomaali ku midayoo marka
وأنا دلكن واحد دلك إيجادك وي مين كم ترسين واحد بعد ما كان حسن قول شوية ده حسن قول من ما قرتي يسوى يسمى بوا شخص أنت شو سومالي وي وي سومال قرن لكن دل عن شر ما قرتي هذول دن تيسو كجرين شر ما قبته واي دقارة يسوع قليان دولة أكلة العقل يجي أو أيران ورشد كهذا كوها بون تاية كبو ويركوها بورد هو دولة سومالية جبوتي أو ما كتير من حبيل سومالية بقى مول دولة سومالية ما من حبيل سومالية مول يا مول يما كان حسب قلت هذا كوها بون تاية للعيري وأكيد شركة قبتي العقل بدل ما يدوين وبحيين شركة ستة عن عدو إلها لأنك حمر مامول إني عيديد ماشي لو ما تجيبني من كلام ما قرتي على ما اللي راه قاتل اللي دوا هذا من حوينا ما تا الدبات دي كده من بيصير وقت قرن ساعد يسوي حمر اسمع مشا اللي الصومالي نصيب بربوتها كده ما قرتي دولة الصومالي اللي هذا ما كاي يبغى هذا نقوله ما قايبة يدو واحد حسوسا هاي ما قرتي إنه وزير قدم الدولة السودان جوي الصومالي لا كجيز كاي هو كان اللي يلانه قب سر بنا كان نقبه من الشركة قب جو لانه كان نقبه منه ما قام حوين سياسة دي ما كياسي دو تسيح ما تي دم بي جبوتي كاري كي شيء ما كرتي أو إسماعيل عمرو سياسة دي شو اللي جد واحد هين أي أجعل هذي إنه سفير لنا وسمع سومالان سومالان وسفير رجيو إسكو صور دوي سومالي نمو قبل فرجيلين بخويا شيء سومالان سومالي فرجيلين بخويا شيء إثيوبيا فرجيلين بخويا شيء إريتريا واعل ما كان سياسة دي هو لا أهيد ما كرتي إن أنا لو حق دورنا جار كي يقولنا حديث ملاكس الله يعلنه dibaato aanu geysan ama si aan fargelinta ka yareyno isagu uu ka sii badbadiyay shirkan maanta hadaba ka dhacay dalka Djibouti anigu horo baan ugu qoray jirada ay ku qoray in dal gaar ugu jirta Djibouti arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland laakiin dal ka dhacay dalka dhaacada inayna ahayn tarisin ma shuruun dhaac ka ahayn way waxa maanta keentay inuu Djibouti ololayso inuu Soomaali isku yeero oo yiraahdo way nishisinaya taasi een abi ee waaki isku qaaday isku yeeray waadiga wixii ka dambeeyay in tagidi farmaajo iyo iyo ra'iisul wasaaraha ma garatay Ethiopia abi ay dhicisay ee Ethiopia hagaajisay anigu ma doon ciba way isii noo ma jeen dad go'aan ma nahay anagu walaana qoonsanaado maata ismaaciil umar wixii la soo kari waayay oo ilaa xasan guulad soo kari waayay oo isagu taaso xayna uma ka dambeysa waayo maalintii waa gambiyo doorashada ka xaday ee Muuse Axmed Idris Allah yarhamu isla markii baa wakii qabtay shirki carta waaye 2000 si uu naam reer Djibouti ilaado waa kaas aanu dalin mas'uul aanu maanta anigu ma hayo reer Djibouti laakiin geeska Afrika dib baan u dhisayaa oo dib baan u eegayaa waaye ما ترى واحد تاجي جاي أرجو شخصي عن يسياسة هامبا وحنا كيا ثلاث كجبوتين ودار يو وحي هوستي سجري إنه هنا إيجين أو ضد أنا ما قرتي ونا مسؤولية دولة القاعدة كري ترى رومسين كري وهاي تيجي بوكس وبيلاي هاي إنه ما قرتي هو كردين كرام درالهان علميهان دقالهان ونا وحنا كي قبل كري لكن هو جاي يتبدل كجيس كافك كسرة waa shirkii ka dhacay dhexmaray Soomaaliya, Farmaajo, Ethiopia iyo Eritrea intaaba oo ka maqnaa. Inta jeer ee amba. En halka hadda su'aal ka weydiin Mudane Mahdi Ibrahim Gud, dalkiina Djibouti waa sa jeegtay eegad buu ka tirsan yahay. Djibouti waa waddan muhiim u ah geeska Afrika. En xiriirka dhexmaray saddex geesoodka Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya maxaa u diiday in Djibouti afarayso waa maxay sababta aad isleedahay Djibouti weli way uga maqan tahay xiriirkaasi geeska Afrika ku soo dhawow waxa weeyaan shirka waxa uu qayb galay Djibouti baa diiday way Djibouti waxa ay ku diiday ku gaara waagii dagaaladu ka dhaceen Eritrea Ethiopia hadii aan qalma gartay ka daacadno igaad weli ugu yaalo xuruntii igaad waxa ku taala magaalada Djibouti way iyada sidaas mas'uuliyad sare ayaa nasaarano halkaan isku yimaada qobeed ay igaad ka tirsanay waa u shaqeeya organization way waa dhacday in aan Ismaaciil Umar uu ku taa goostay inuu Ethiopia la saxto waa arada keentay ka bilaabantay Eritrea iyo Djibouti way
magaratay waa kaaso waa la wada sheegayaa ilaa 100 kun oo umada ku dhimatay labada dagaalka ay idiliyto meel xagalay ama siyaasadey way ka heshiyeen imika proseso suus waxay wadaan geeska afrika magaratay inay nabad ka dhacdo si horumar iyo magaratay mustaqbal dhaqaale iyo dhismo iyo loo sameeyo oo qoryahan lacagaha la geliyay mafaciyadani wax la joojiyo oo magaratay nabad lagu wada noolaado iyadoo iska jirto waxay gaaladu idhahaan afka qalad lagu dhahay regional integration oo sameeyo dhaqaalaha saddex maraya ummadda saddex maraysa soo garan meji horumar magaratay laamiya la dhisayo boorar la dhisayo waxaasoo dhan baa iguna jira jabuuti maxaa ka reebay markaa jabuuti waxaa ka reebay siyaasi maxamed ilaa ka reebay shirka inay ka qayb gasho waa gartay waa la dhamayn lahaa arrinka eritrea jabuuti inta xilligan aan iska dileyni ama inta dhul ay eritrea maanta ismaaciil cumar shaahi waa laga haystaa leeyahay de waa la dhamayn lahaa tii eritrea iyo etoobiyaba dhimasho badan baa ka dhacday waa la dhamayn lahaa mar wayse salaameen isaga isku arkeen xaggaa carabta sacuudi carabiya ya wax ka dambeeya ma jirto waxa weye waa talis doonaya inuu keligii jiro uu keligii siduu doono u yeero oonan siyaasad diblomaatiga lahayn way ka mid tahay tii shalay toran dhacday ee magartay kenya in africa u codayso dhammaantood soo garmas ee jabuutina dhinaca iska dhigeen arintaaskaa dhexgalo arintaasi in kenya loo codeeyo oo jabuuti laga codeeyo idigoo ka xisbiyada mucaaradka ahaan sideed u aragtaan inay guuldaradaasi mas-uul ka tahay igu cel arrintan codaynta in kenya loo codeeyey oo afrikaanka kenya u codeeyeen oo dowladda jabuuti ka codeeyeen guuldarada halkaa ka soo iftay ama ka soo baxday ayaad ku eedeynaysaan anugu waxaan ku eedeynayaa jabuuti aan ku eedeynaya waxa weeyaan guulxumadaasi waxa weeyaan dhowr jeer baan ka qayb galay doorashooyin ka dhacay xagga ama noqoto unescoga ama siya ha noqoto qaybo badan oo magartay unta intii jeer waan khasaarnay tan waa tii u dambeysay soo maad garan lacago badanna way ka baxeen oo adduunweyne oo ku dhamba la wareegayo lalahaa noo codaya noo codaya noo codaya laakiin waxay sharabdaradu tahay adigoo afrikaana marka aad magaratay afrika la heshiin weyne afrika oo ku dhan kujiri waad kaari meeshan ee iska joog soo maad garan aad tiraahdo me sharciga ayaa anigi qoray inaan soo taago sharcigu waa kuu qoro laakiin diblomaasiyadun way ka duwan tahay mala fahamtay oo waxaa la eegaya wax goloba magaray conscience baa la eegaya afrikaan ahaan south africa ayaa markii horeysay way soo wareegtay markaa kenya yartay afrikadii raacday dee walaalkaa kama gui kartida waa inaad tiraahdo warhede ilan dowladaha kamid a igaaskaa kamid a oo raacay magaratay u codeeyey kenya horta igaaska soo maro igaaska markaad wax ka soo goosato afrikada kalaba doondoono laakiin markaa isku kaa wad raaceen wa war ka joog somaliya meeshan ee si aad kaato ee tiraahdo waaban helayaa eed tigto magaratay unt eed haddana baa lagaa helo doolkii horeysay ee layidhi mar labaad ba laynagu celinayaa markii horeba iyadoo 115 haysteen kuwana 7 wax kudhow inaa iska haraan baa inaad dowladda xishooto ahayd ood moqasa si diblomaasiya walaalkii waa adiga hore saarada wadanaysaaye waa kugu gacanseere doorasho dambeba kama qayb galaye saa ay nabadgeliya jiraayo bas okay waa yahay waa dowladigaaka kamid ah waa hagaag gabagabadii barnaamijka waxa weeyaan siyaasad xumo waxaa kuugu darayaa ilaa intii jeer ee meelaha magaratay jimcila qurumaha ka dhexaysa organisationada aan kasoo qayb galay waxaa joogun wasiirka arrimaha dibadda waa nin qurun 15 years buu jogaa 15 sano wamaadgaran kuwa kale warwareegee safiiradii intaa in leg bay joogaan oo dadka waaweynba markaa waxa weeyaan waa hagaag gabagabadii barnaamijka mudane mahdi ibraahim good maadaama aad ka tirsantaha xisbiga mucaaradka waa maxay baaqa ugu dambeeya ee aad u direyso bulshada reer jabuuti xukuumadda reer madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo bulshada ku daawanaysa ee reer jabuuti ee qurba joogta ku soo dhawow bulshada waxaan leeyahay maanta iftiin jadiida soo baxay walaalahayow rag iyo dumarba dhallinyaro iyo ciroolaba waxaan leeyahay mid ahaada inigoo mila iyo mucaaridkoo mila
unbaa la isaga celin karaa taliska la isaga yeeli karaa. Haddii tala la siinayo Ismaaciil Cumar waxa weeyaan iyo taliskiisaba warar uu nabiinta joogtay buu waa joogteen dhowr iyo labaatan sano baartigiinnu ilaa gobonimada uu dhulkan maamulaa wuxuu u baahan yahay dalku dig jadiid oo maamula ummad jadiid oo maamusha ayuu baahan yahay walaalahayow ha isku adkeynina meesha Ismaaciil Cumarow adna ha isku adkeyn ee meeshan si naxariis uga dhaadhac si edeba uga dhaadhac si bilaa burbura uga dhaadhac si mustaqbalka dhallinyarada loogu diyaariyo uga dhaadhac intaa haddaad keli weyne waxay ka dhigatay ma kerisid maanta adigoo gaboobay ee meesha iskaga tag waktigaagina waa dhammaysatay intuu ilaahay kaasiina waad ka qaaday adi iyo xuluufadaadu kaga dhaadhac meesha oo dad jadiid ahayna bedelaan hor u markana ha raacaan oo ma garatay maanta adduu kuus bedelayaa geeska afrika uus bedelayaa horo baa loo socdaa ilaahay dib nooma dhigee dib noo dhigin horo baad noogu dhigtay iskaga tag walaalkayow saaban leh waan gartay intaasaad kusoo gunaanaday waa hagaag mudane mahdi ibraahim god aad baan kaaga mahadcelinaynaa barnaamijkeennii iro tv aad kala socoteen ee noogu mahad darnay maanta xaaladda siyaasadda ee dalka jabuuti marti inuu nagu ahaa mahdi ibraahim god inta ayaan kusoo afmeerinaa mudane aad baan kuu salaamayaa waad mahadsantihiin iro tv walaalayaal waad mahadsantihiin aad dad mahadsantiin nabadgelyo assalaamu calaykum khiyaarta qiimaha leh inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeennii gaarka ahaa wixii talaya tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan iro tv at gmail com intii doonaysa inay ka hadasho barnaamijyadaas waxaan arkayaa rag badan oo akhyaar ah oo shaashada kasoo muuqda waxaad nagu soo diri karaysaan wixii fariin ah ama aad doonaysaan inaad kusoo kordhisaan bulshada geeska africa waxaad nagu soo hagaajin karaysaan saa hore u sheegnay ciwaankeenna iro tv gmail at com ama iro tv com barnaamijka waxaad intaad dahinayn igu asoo faaruano waxaan idinkaga tegayaa guul iyo gobonimo يوسف البدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته